لا صوت أعلى في العالم فوق صوت تغير المناخ. الجميع يتحدث والجميع أيضا يترقب قمة المناخ COP27 اللي هتعقد في مدينة شرم الشيخ. خلينا نشوف الاستعدادات التي تجري على قدم وساق من كافة الأجهزة الحكومية وكافة منظمات المجتمع المدني. تعالوا نروح دلوقتي لشرم الشيخ، زميلنا رامي محمد هناك هيقول لنا آخر الاستعدادات الخاصة باستضافة هذا المؤتمر. صباح الخير رامي. صباح الخير مصطفى، صباح الخير هدير، صباح الخير على كل متابعي صباح الخير يا مصر. من مدينة السلام والأمل مدينة شرم الشيخ، العمل هنا بالفعل على قدم وساق استعدادا لمؤتمر المناخ COP27 في الشهر القادم. كمان بنتكلم على استعدادات في كافة المناحي والمجالات المختلفة، منها المكان اللي أنا متواجد فيه دلوقتي هو الممشى السياحي الجديد، الممشى اللي الجميع هنا بيتكلم عنه وعن إزاي تم تدشينه بشكل ومواصفات دولية وأوروبية. الممشى ده اللي بيمتد طوله لستة كيلو متر، وبنتكلم كمان على امتداد عرضي من 10 لـ12 متر. الممشى كمان دشن على شكل انه يكون فيه اكتر من مسار، 3 مسارات، مسار للمشاة ومسار ايضا للدراجات وركيب الدراجات، وكمان هذه الرياضة مفعلة بشكل كبير جدا هنا في شرم الشيخ، وكمان جزء ومسار اخر للحافلات وركيب التاكسي والسيارات وغيرها من المواصلات. واحنا بنتكلم كمان على الممشى هناك تطوير ورفع كفاءة وتحديث لعدد من الطرق وأيضا الميادين هنا في شرم الشيخ والبوابات، تحديدا البوابات المطلة على الطرق القادمة والمؤدية إلى مطار شرم الشيخ في استقبال كافة الوفود المشاركة في المؤتمر. كمان هذه الطرق وأيضا هذه البوابات تم رفع كفاءتها، تم كمان وضع اللاندسكيب، المساحات الخضراء، الإنارة وغيرها من أمور خاصة بتطوير وتحديث هذه الطرق بمواصفات دولية وتكون أيضا صديقة للبيئة. واحنا كمان بنتكلم عن الطرق وتجديدها، لا ننسى كمان منظومة النقل، هناك أسطول نقل هنا في مدينة شرم الشيخ، هذا الأسطول صديق للبيئة، أسطول محافظ على عدم وجود أي انبعاثات هوائية. كمان بنتكلم عن 260 حافلة ما بين أوتوبيسات وأيضا التاكسي الأخضر وغيره من وسائل المواصلات الصديقة للبيئة والخضراء والذكية، أيضا بتواجد العديد من المعاملات الرقمية بداخلها حتى تكون موائمة وأيضا متطورة ومتماشية مع كافة المواصفات الدولية. وإحنا بنتكلم عن منظومة النقل، ما ننساش كمان تدشين وتطوير ورفع كفاءة لعدد كبير من الميادين هنا في مدينة شرم الشيخ، بنتكلم على 15 ميدان تم وضع المساحات الخضراء والإنارة وأيضا لاندسكيب، وأيضا هذه الميادين على رأسها ميدان أيقونة السلام. هذه الميادين استعدت بكافة الطرق، وكانت هناك جولات لعدد من المسؤولين التنفيذيين هنا في مدينة شرم الشيخ للاطمئنان على اللمسات الأخيرة في هذه الميادين. كمان واحنا بنتكلم عن الأمور والمشروعات الصديقة للبيئة، هنا في هذا الممشى يتواجد عدد من المبادرات لبعض الشباب وأيضا المبادرات الصحية، المبادرات الخاصة بإعادة تدوير النفايات والمخلفات. بنتكلم عن بعض الماكينات المتواجدة على امتداد الممشى، هذه الماكينات بيتم وضع فيها أي مخلفات أو أي نفايات ويتم تحويلها وإعادة تدويرها مرة أخرى. كمان واحنا بنتكلم عن إعادة التدوير والمشروعات الصديقة للبيئة، هناك عدد من المبادرات الأخرى الخاصة بإعادة تدوير بعض المخلفات من الفنادق وغيرها. وهنا هروح لمنطقة جديدة وهي العلامة الخضراء، بعض الفنادق هنا وبعض المواقع والمنتجعات وأيضا الأماكن السياحية والفندقية تحصل على العلامة الخضراء نتيجة لبعض المعايير، وجود إدارة بيئية داخل هذه المنشأة السياحية والفندقية، كمان بعض المعايير من اللجان الموجهة من البيئة وعلى المستوى الدولي ومعايير دولية لحصول على العلامة الخضراء. يعني احنا بنتكلم على فندق بعدد من الخدمات والنجوم والأنشطة، لكن لما بيضاف لي العلامة الخضراء بيكون صديق للبيئة نتيجة الممارسات والمعاملات بداخله وفقا لمعايير بتحددها اللجان المشرفة على
العلامة الخضراء أو منح هذه الفنادق العلامة الخضراء، وكمان بيكون في إدارة بيئية داخل كل منشأة سياحية وفندقية خاصة بالمعاملات البيئية وإعادة تدوير المخلفات وعدم وجود أي انبعاثات تضر أو تؤثر في التغيرات المناخية. كمان وإحنا بنتكلم عن التطوير اللي تشهده مدينة شرم الشيخ والتهيؤ والاستعداد لمؤتمر المناخ، لا نغفل طبعا وإحنا بنتكلم على التحول لمدينة صديقة للبيئة، مدينة خضراء، دخول وبدء تشغيل أكبر محطة طاقة شمسية هنا على مساحة 250 ألف متر في مدينة شرم الشيخ، وهي يعني أول وأكبر محطة طاقة شمسية على مستوى جنوب سيناء كاملة. وكمان بنتكلم على القدرة الإنتاجية ليها 42 جيجا وات، وبنتكلم على الطاقة اللي بتشتغل بيها 20 ميجا وات. هذه المحطة اللي هتكون بادرة لتحول مدينة شرم الشيخ بأكملها صديقة للبيئة، وكمان تعمل وفقا للكهرباء النظيفة. وهذه المحطة كمان بتمد ما لا يقل عن 120 منشأة، وبنتكلم عن 6000 غرفة فندقية، ومع المراحل المقبلة منها هتكون مدينة شرم الشيخ بأكملها تعمل بالطاقة النظيفة أو الكهرباء النظيفة. كمان وإحنا بنتكلم عن البيئة، البيئة هنا في شرم الشيخ مرتبطة بمستقبلها بتاريخها بوجود متحف للسلام والبيئة، المتحف اللي موجود في المنطقة الخضراء، ومن المعروف أن المنطقة الخضراء هيقام فيها بعض الفعاليات الموازية للفعاليات الرئيسية اللي هتكون في مؤتمر المناخ. الفعاليات الرئيسية هتكون في المنطقة الزرقاء. كمان بنتكلم عن تحول تام لكل المنشآت هنا وكل المؤسسات، وكمان العمل على قدم وساق حتى تكون مدينة شرم الشيخ من المدن الرئيسية الصديقة للبيئة والخضراء والذكية أيضا في المعاملات سواء المعاملات الرقمية وغيرها. كمان لا نغفل الجانب الطبي، أغلب المواقع الطبية هنا والصحية استعدت على أتم الاستعداد برفع حالات الطوارئ وأيضا برفع كفاءة لكافة الأقسام، وبيأتي على رأس هذه المواقع مستشفى شرم الشيخ الدولي، المستشفى اللي استعد بكافة أقسامه العناية المركزة والطوارئ، وكانت هناك جولات تفقدية للمسؤولين هنا في مدينة شرم الشيخ للإطمئنان على كافة الاستعدادات بمستشفى شرم الشيخ الدولي. وإحنا بنتكلم عن مدينة بأكملها بتستعد بكامل طاقتها وبكل المناحي سواء النقل سواء الممشى والطرق والميادين لاستقبال مؤتمر المناخ كوب 27. العمل هنا دون توقف، وأيضا كل يوم هناك جديد. عودة لكم مرة أخرى. شكرا لك يا رامي، ويعني بالفعل العمل يستمر في شرم الشيخ على قدم وساق، وكل الملفات اللي انت ذكرتها سواء ملف النقل سواء ملف الطاقة سواء وجود الألواح الشمسية سواء وجود حتى ركوب الدراجات، أعتقد أن مدينة شرم الشيخ بتقدم مش بس للعالم كمان للمصريين نموذج لمدينة صديقة للبيئة، مدينة خضراء تحافظ على البيئة. أشكرك مرة تانية يا رامي على كل الإضافات اللي انت عملتها.